تأكيد بعض الثوابت بأن وحده الحوار يخرج البلاد من هذه الأزمة، واللجوء إلى الكلام الناري أو الخطابات النارية غير مقبول، والبحث بهدوء بنقاط الخلاف ومقاربة الأمور لنقاط الخلاف بهدوء، وأخذنا مع الاعتبار نصائح الدول الكبرى. يعني كل السفراء الدول الكبرى بعد اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن قاموا بزيارة رئيس الجمهورية لدعم الدولة ودعم الاستقرار، وقالوا يعني ممكن تغيير الوزارة إذا كانت الظروف ملائمة. نصيحة الرئيس الفرنسي هولاند الاستقرار والحوار، نفس الشيء نصيحة نائب وزير خارجية أمريكا ويليام بيرنز للرئيس السنيورة أن يعمل الفرقاء اللبنانيون جميعا على وضع صيغ جديدة أو إمكانية صيغ جديدة، لكن كل الفرقاء دون استثناء. طيب سأعود فقط لأقدم المبادرة ببعض النقاط السياسية. كانت نقطة الخلاف المركزية المحكمة، وأذكر عام 2010 عندما كانت مبادرة السينسين. مبادرة السينسين كانت ماذا؟ كانت محاولة من قبل آنذاك الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد للنأي عن النفس إذا صح التعبير حول الارتداد أو الارتدادات الداخلية للقرار الظني، إبعاد لبنان عن الارتدادات الداخلية، وبنفس الوقت الوصول إلى تسوية سأسميها اليوم التسوية الافتراضية. ظروف معقدة جرت، لم تجري التسوية. لست هنا لأسترسل، لكن سنسميها تسوية افتراضية. سمعنا عن خطوطها العريضة من خلال آنذاك اللواء وسام الحسن والسيد حسن نصر الله، استشهد اليوم رحمة الله عليه اللواء وسام الحسن. آنذاك شابت ظروف عقدت الأمور عندما مرض الملك عبد الله، وكانت الوساطة وساطة الأمير عبد العزيز بن عبد الله. طيب انتهت آنذاك التسوية الافتراضية، لكن كنت في الأساس قد بلغت الشيخ سعد الحريري وبلغت الجميع بأن ضرورة منع الفوضى أو منع الفتنة. لذلك صرت والرئيس ميقاتي والرئيس سليمان والرئيس بري في حكومة التي شكلت في كانون ثاني 2011، تهمنا بالخيانة، تهمنا إلى آخره، لا بأس. وأعتقد أننا يعني نجحنا في منع الفتنة أو الفوضى. وليس بالصدفة آنذاك، فقط للتذكير، بعد 5 أشهر من معاناة تشكيل الوزارة لظروف داخلية أو 6 أشهر، في اليوم التي شكلت فيه الوزارة صدر القرار الظني، أو في اليوم اللاحق صدر القرار الظني. هذا فيما يتعلق بالمحكمة. في الحكومة الحالية، طيب هذه الحكومة الحالية يبدو أن البعض ينسى بأنها طيب بالرغم من كل العقبات الداخلية مولت المحكمة مرتين وحافظت على البروتوكول مع الأمم المتحدة بطريقة بالاتفاق مع الأمين العام بان كي مون، لكنها مولت وستمول وستستمر في التمسك بالمحكمة الحكومة الحالية حمت رموز الأساسية لفريق الشيخ سعد الحريري ولفريق الذي كان أيضا كنا نعتمد عليه في أمننا وأمن البلاد، ألا وهم الشهيد وسام الحسن فرع المعلومات واللواء أشرف ريفي مدير الأمن العام الأمن الداخلي. لم تطعن بتلك المراكز الأساسية، وحاولنا بالحكومة الحالية ونجحنا مع الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي والرئيس بري وشخصيا، حاولنا ونجحنا في خلق إذا صح التعبير هذا التيار الوسطي الاعتدالي في مواجهة قوى سياسية مختلفة أرادت أن تستأثر بكل
قلت قوى ليست قوة، قوى سياسية أرادت أن تستأثر بكل مفاصل الدولة. نجحنا، نجحنا طبعا. ورثنا، ورثت تلك الحكومة، طيب الموضوع الكهرباء مثلا هذه ورثة قديمة من الحكومات السابقة. السفن ليس اختراع تلك الحكومة، اختراع سابق، والدين أيضا. النقطة الخلاف الثانية أو الأساسية هي السلاح. نعم، إن البيان الوزاري المعتمد من قبل تلك الحكومة والحكومات السابقة، أذكر الحكومة والحكومات السابقة حتى في الدوحة، كان الجيش والشعب والمقاومة، الجيش والشعب والمقاومة. أقول بهدوء لابد في يوم ما بعد استكمال الحوار أو بعد معاودة الحوار لابد من صيغة جديدة، لأن لا يمكن أن نبقى في هذه المعادلة التي فيها عدم وضوح، وفيها يعني خلط بين المقاومة وبين الجيش. نحن لا نستطيع، وأنا يعني أتحدث باسم شريحة كبيرة من اللبنانيين، بأن لابد في يوم ما أن تكون المرجعية هي الدولة. وقد وضع الرئيس سليمان، وضع الأسس بورقة الحوار بالمقاربة، كيفية الاستفادة من سلاح المقاومة للدفاع عن لبنان وفقط لبنان، معالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كما اتفق بالإجماع بالحوارات السابقة، نزع السلاح المنتشر داخل المدن. لذلك وضع أسسا أساسية الرئيس سليمان واتفقنا عليها، ونشأ عنها لاحقا ما يسمى بإعلان بعبدة. وحتى الذين يقولون أو يرفضون مقولة بالمطلق، يرفضون مقولة يعني الدولة أو يصرون على الجيش والشعب والمقاومة، طيب بالأمس وجدوا أنفسهم في أفق مسدود عندما استنجدوا بالدولة من أجل معالجة حادثة المقداد. هم استنجدوا بالدولة، أصبح لابد أن نعود إلى الدولة آجلا أم عاجلا. فيما يتعلق بالأراضي المحتلة، نعم لتحرير الأراضي المحتلة بالطرق الملائمة، دبلوماسيا أو عسكريا إذا الظروف أملت، ولا للخروقات الإسرائيلية المتكررة، ولا لاستخدام الأرض اللبنانية لظروف خارج السيادة اللبنانية. يعني لسنا نوافق على استخدام طائرات سميت بأيوب أو غير أيوب لاستخدامات ليست لصالح لبنان. هذا فيما يتعلق بالسلاح، لكن لا يعالج موضوع السلاح إلا بالحوار الهادئ. الظروف آنذاك 2010 لم يكن هناك، لم تندلع الثورات العربية إلا أواخر 2010، ثم اندلعت الثورة السورية. توقع البعض في 14 أذار، توقع البعض سقوط النظام السوري بسرعة. وفي ذاك العشاء عند غطاس خوري، عندما قابلت الفريق 14 أذار، قالوا النظام السوري، هذا كان أعتقد بحزيران أو صيف 2011، قالوا سيسقط النظام السوري. قلت لهم سيسقط لكن ليس بالسرعة التي تتوقعون. قالوا سيسقط، فلنضع ورقة شبكة أمان، أحدهم قال، لا أريد أن أسميه صديقي. قلت له ماذا تقصد بشبكة الأمان؟ قال شبكة أمان يعني بيان. قلت له طيب إذا ما سقط النظام السوري هل أنتم على استعداد للتحدث بهدوء مع الفريق الآخر؟ قالوا من هم الفريق الآخر؟ قلت لهم هل أنتم على استعداد للتحدث مع الرئيس بري، مع الطائفة الشيعية بشكل عام، ومع الرئيس بري بشكل خاص، ومع السيد حسن نصر الله؟ لم يكن هناك جواب، كانوا يتوقعون سقوطا سريعا. مع الأسف لم يحدث هذا الأمر، لأن هناك على سوريا صراع دولي أممي على سوريا، وكل هذه الدول التي تشارك في هذا الصراع ستستدرك في يوم ما غلطة أو خطيئة عدم المقاربة السريعة لحل الأزمة السورية والتأخير في حل الأزمة السورية، لأن سوريا كما نراها اليوم
اندلعت حرب أهلية طاحنة، وسوريا قد تفجر المنطقة بأسرها، السورية قد تفجر المنطقة بأسرها إذا لم تكن هناك مقاربة مشتركة من الدول الكبرى في مجلس الأمن من أجل وضع حد لهذه الحرب الأهلية وإخراج سوريا من هذه المحنة. اللهم إذا لم وصلنا إلى نقطة اللا رجوع. ولست أفهم أبدا زيارة السيد لاريجاني إلى سوريا وهذا الدعم، هذا الدعم للنظام السوري على حساب الشعب السوري وعلى حساب الدولة السورية. لكن يبدو أن هناك مخطط دولي لتدمير سوريا كيانا وشعبا ومؤسسات. هذا يعيدنا إلى لبنان، فلنعود إلى لبنان ولو لشيء. سيحدث الارتداد على لبنان. ماذا قلنا في لبنان؟ النهي عن النفس. لماذا قلنا النهي عن النفس؟ كي لا تصدر الأزمة السورية إلى لبنان. وبنفس الوقت هناك شريحة من اللبنانيين تشعر في أنه في حال سقط النظام السوري ستشعر إذا صح التعبير بالاستكبار بالغلبة، وهناك شريحة أخرى ستشعر بالعزلة، وتقريبا تلك الشريحتان متوازيتان في العدد وفي القوة المعنوية والسياسية. لست أتحدث عن القوة العسكرية، القوة المعنوية والسياسية. أعتقد الخطأ الكبير بأن تبقى تلك الشريحتين في هذه المواجهة، في هذا التخندق. بالعكس، المواجهة الهادئة أفضل بكثير من المخطط الغربي الإسرائيلي الذي يريد شرخ المنطقة عموديا في حرب مذهبية سنية شيعية. نراها في العراق، نرى بدايتها في سوريا، وقد ترتد إلى لبنان إذا لم نكن بموقع المسؤولية وعدنا إلى الثوابت الأساسية. وهنا يأتي موضوع القرار الظني. صدر القرار الظني واتهم أفرادا من الحزب بارتكاب الجريمة الكبرى، جريمة الشهيد رفيق الحريري. طيب، هل من الضروري في كل لحظة وفي كل مكان وفي كل أوان العودة والتذكير بالأمر؟ ألا يدرك البعض أن التذكير اليومي بهذا الموضوع فقط يزيد من الشرخ بين طائفتين كريمتين؟ ألا نستطيع أن نحصر الموضوع بالقرار الظني بالمحكمة؟ وألا نستطيع بنفس الوقت، وهذا الكلام موجه إلى 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 أصحاب الشأن، إذا كان يملكون، وقلت هذا الأمر سابقا، إذا كان الحزب يملك دلائل كافية بأن إسرائيل كما قالوا هي التي قامت بعملية الاغتيال، فليتفضلوا وليدافعوا عن أنفسهم في المحكمة الدولية. هناك يستطيعون إما أن يثبتوا هذا الخط البياني أو أن يدحضوه أو أن يخرجوا بنتائج أخرى. لكن في كل يوم صباحا ومساء نسمع من بعض القادة الاتهام العام، هذا يزيد في الشرخ. وللذين يريدون العدالة، آجلا أم عاجلا ستأتي العدالة. هناك نوعان من العدالة: العدالة الإنسانية في المحاكم الدولية، والعدالة الطبيعية. أذكر فقط أنه في يوم استشهاد رفيق الحريري في 14 شفاط 2005، يا لها من مصادفة، في نفس النهار رقي أحد الضباط الكبار في النظام السوري القمعي الأمني، رقي إلى رتبة لواء. ونفس هذا الضابط منذ أشهر قتل. هناك عدالة معينة ستأخذ مجراها إما في المحاكم أو خارج المحاكم. لست بخائف على أن العدالة لن تأخذ مجراها، لكن فقط للتذكير. إذن فلنصبر وننظر إلى النهر. لابد أن تمر جثة الخصم في يوم ما في هذا النهر. قلنا سوريا إذا لم تستدرك الدول الكبرى قد تنفجر وتهدد كل الشرق العربي، وسياسة الدول بالمناكفة حول أمور والمحاور الدولية دمرت سوريا لا أكثر وأقل، ولن يخرج منها أي منتصر وأي مستفيد.
وقلنا أن أي طيب وقلنا أن زيارة لاريجاني يعني كنا بغنى عن هذا الدعم لنظام السوري ساقط. في المعالجة الآنية السريعة أدعو القضاء اللبناني كما طالب الرئيس ميشيل سليمان يوم التشييع الرسمي للشهيد وسام الحسن القرار أن يصدر القرار الاتهامي في موضوع الاغتيال في موضوع اغتيال اللواء وسام الحسن ويصدر بحق المتهم ميشيل سماحة. وإذا كان القاضي أو أحد القضاة هو في موقع التردد أو الخوف فليتنحى فليتنحى شو القصة يتنحى وندخل إلى ويكلف قاضي آخر. هذا الأمر يعود إلى طبعا المدعي عام التمييز وهذا يعجل هذا الأمر يعجل في تنفيس الاحتكام. أخيرا قبل الإجابة عن الأسئلة لابد من حوار اقتصادي. طيب قطعنا العرب بقرار سياسي قطعنا العرب سياسيا واقتصاديا يعني لا لم يعد هناك مجال للاصطياف للفنادق للسواح قطعنا قرار سياسي. يريدون مع الأسف يريدون محاربة إيران في لبنان. نرفض محاربة إيران في لبنان ونرفض أن يكون لبنان قطاع غزة ثاني. لبنان ليس بقطاع غزة أبداً ونرفض أن تستخدم الجمهورية الإسلامية لبنان كقاعدة تحسين شروط التفاوض مع الغرب. نرفض هذا الأمر. نريد أن يكون لبنان محايداً تحييد لبنان وفق ما ورد في ميثاق عبده ووفق ما ورد في المبادرة التي سنطرحها أو طرحناها. لكن لابد من الهدوء في المقاربة في هذا الجو البعض يريد أن يجعل من لبنان قطاع غزة، الآخر يريد محاربة إيران في لبنان، وما أدراكم ما هي النتائج الكارثية على الوحدة الوطنية وعلى الاقتصاد. لا بد من العودة بالتفكير بهدوء بحوار اقتصادي. حوار اقتصادي لست من من الاختصاصيين في هذا الشأن، لكن أضع بعض النقاط. أيام البحبوحة ولت، الدين يزداد، لابد من إعادة النظر بالاتفاقات التجارة الحرة مع البلدان. لسنا نحن يعني لسنا لنقف يعني نستطيع أن نواجه الدول الكبرى في الاستيراد والتصدير. لابد من حماية الزراعة والصناعة، وقف التهريب الأمني والحزبي في المرفأ وفي المطار. قلت وقف التهريب الأمني والحزبي في المرفأ والمطار. الإسراع في استفادة من الثروة الغازية لأن إسرائيل ابتدأت بالحفر، قبرص على الطريق، وإذا ما تأخرنا في الاستفادة من تلك الثروة الغازية يعني هذا الغاز قد يؤخذ من الغير. يعني يجب أن لا نعتقد بأن في قاع البحر هناك حواجز طبيعية. وضعنا الخطوط العريضة الحدود لكن تحت القاع البحر هناك ليس هناك حواجز طبيعية. قضية الكهرباء، حتى الأملاك البحرية، حتى في النفايات هناك شركات هناك شركات مكلفة بضب النفايات سعرها بين سعر شركة سوكلين تقريبا $50 فرق. لماذا شركة سوكلين أغلى $50؟ ليش؟ طب هذا كله بنعكس إعادة النظر في الضرائب. الضريبة فلات تاكس 10% هذا أمر مرفوض. الضريبة التصاعدية والضريبة على الأملاك قلنا الأملاك البحرية والضريبة على الشركات العراقية الشركات العقارية والهولدينج. هذه بعض المبادئ الأساسية نستند من خلالها على البيان بعبدة في 28 أيار ونستند على 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 المبادرة التي هي ماذا هي المبادرة؟ هذه النقاط العريضة للمبادرة. التمسك بالحوار الوطني كسبيل وحيد لتسوية الخلافات السياسية القائمة. التأكيد على ضرورة التزام القوى السياسية قولاً وفعلاً بالمرجعية الحصرية للدولة. حض الإعلام على الاطلاع بدوره الوطني الفاعل، يعني وقف التحريض الإعلامي إذا أمكن. دعوة كل القوى السياسية اللبنانية للامتناع عن الانخراط
في ميدانيات الأزمة السورية. يعني ليس بسر أن شعار نأي عن النفس ليس يعني لا يطبقه ولا تطبقه المقاومة مع الأسف، ولا تطبقه بعض الفرقاء من 14 دار. هم يتقاتلون في سوريا ويعودون إلى لبنان، لا وهم فقط، فليعذروني من الكلمة، هم أدوات في صراع أكبر بكثير من طاقة لبنان. لن يقدموا ولن يؤخروا في هذا الصراع على سوريا أنملة، فقط يستشهدون بدل الاستشهاد في الجنوب أو بدل توجه إلى الجنوب، يستشهدون في غير الموقع، وغيرهم يظن أنه يستطيع أن يغير معادلة ولن يغير شيء. هذه هي الخطوط العريضة التي للمبادرة. قمت بهذه المقاربة، بهذه المقدمة السياسية، وسيتولى الرفيق ظافر ناصر أمين السر العام مع الوزراء ومع النواب الاتصال بجميع الفعاليات. فقط هذه المبادرة لتصب في الجهود الجبارة التي يقوم بها الرئيس سليمان من أجل إعادة الحوار بالتعاون مع الرئيس بري والرئيس ميقاتي، وشخصيا أقوم بهذا العمل المتواضع. ما فيني جواب على 50 سؤال. 14 دار يكونون مستعدون للحوار بشرط أن يكون من أجل تغيير الحكومة الحالية نحو حكومة حيادية مستقلة تجري الانتخابات. عظيم. أوافق على هذا الأمر، لكن لا يمكن أن نقوم بحكومة حيادية دون استشارة جميع الفرقاء. يعني يجب علينا من أجل تثبيت الإعلان بعبدة ومن أجل تثبيت هذه الحكومة الحيادية، ما في مشكل، لكن علينا أن نستشير جميع الفرقاء. هذا يعيدنا إلى أهمية الحوار. وضعت إذا صح التعبير عناوين عريضة. قلت لبنان ليس قطاع غزة، وحتى في غزة إذا ما لاحظتم الجيش أو الشرطة، شرطة حماس، انتشرت على حدود غزة لمنع الاختراقات وتثبيت الهدنة. لبنان دولة ليس قطاع غزة، لبنان دولة. في يوم ما طبعا غزة ستكون جزء من دولة فلسطين، لكن لبنان ليس قطاع غزة. لا نريد أن يكون لبنان يستخدم لبنان من قبل الجمهورية الإسلامية لأغراضها التفاوضية مع الولايات المتحدة أو مع غير الولايات المتحدة، وبنفس الوقت لا نريد من محاور عربية أن تستخدم لبنان في محاربتها للجمهورية الإسلامية. و14 ابدا العلاقه ممتازه مع الحزب، وكما سبق وذكرت مرارا وتكرارا، عندما اختلفنا على تشخيص الازمه في سوريا هم يصرون على ان هذا نظام من نظام الممانعه. قلنا لهم هذا نظام قمعي، هذا نظام قمعي لابد ان يتغير، وكان الخلاف ديمقراطي سياسي حواري، ليس كما يجري بين الأندية بين المنتديات الأخرى أبدا. وبنفس الوقت نقول والرسالة واضحة أيضا عندما أقول لفريق عربي يريد محاربة الحزب في لبنان، الحزب يعني الجمهورية الإسلامية في لبنان، يا أخي حاربوا نفسكم خارج الساحة اللبنانية، لا تتحمل. إذا لم يجري اتفاق داخلي بين جميع الفرقاء على حكومة سميتموها حيادية، سموها تكنوقراط، سموها ما شئتم،
لكن اتفاق داخلي، اتفاق بين من ومن؟ بين جميع الفرقاء. أنا جزء من ائتلاف، جزء من ائتلاف بهذه الحالة الوسطية، لست 8 أذار، وهناك الفريق الآخر الذي يسمى بـ 14 أذار. إذا لم يجري حوار بين المكونات الأساسية للبلاد للوصول إلى هذه الحكومة، لن أستقيل، لن أستقيل. وحتى لو استقلت، إذا عدنا إلى الدستور، ليس هناك فراغ، هناك استقالة، هناك استشارات. إذا لم نتفق على الصيغة المقترحة، سنعود ونسمي رئيس القاتل. أرفض هذا الكلام، هذا أرفض الكلام منذ اللحظة، باللحظة التي اغتيل فيها اللواء وسام الحسن. اتهمت النظام السوري بعد أن كان قد كشف اللواء الحسن موضوع ميشيل سماحة والمتفجرات. أرفض هذا الكلام. هذه الحكومة نجيب ميقاتي لم يقم باغتيال وسام، حمل وسام الحسن. أرفض هذا الكلام، أرفض اتهام الداخلي. مش انقضية، مبادرة حوارية. طيب، ولكن كيف يمكن المواطنة بين الحوار ودعوة فريق 14 أخر ثلاث حوار في ظل الكلام الذي أطلقه بالأمس أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله حول طرح معادلة عسكرية جديدة تمتد من حدود لبنان إلى حدود البحر الأحمر؟ كان جواب واضح، ما كان جواب واضح هلا؟ لبنان دولة، هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين، إن لم نقل غالبية اللبنانيين بما فيهم شريحة من الكرام من الطائفة الشيعية، تريد الاستقرار، نريد الاطمئنان على مستقبل أولادنا، لا نريد أن نستخدم، لا نريد أن يتحول لبنان إلى قطاع غزة. موضوع تحرير فلسطين، نقف عند حدود أرض اللبنانية المحتلة، مزارع شبعة وتلك فرشوبة والغجر، لا أكثر ولا أقل، لكل أدبيته. لكن بنفس الوقت أقول للذين يريدون محاربة الحزب الله أي إيران في لبنان، فليحاربوا إيران في مكان آخر. أيضاً عدد الشعب الجيش والمقاومة بالعودة للجوار التقليمي، كان عندك وليد باك نبرة تشاؤمية حول حل أزمة سوريا الحالية، فما رأيك بعد تشكيل صفوة ائتلاف الثورة والمعارضة السورية، هل تعتقدون أن ذلك الحد يخفي بثمار غير العلاقات؟ أخيراً اجتمعت المعارضة السورية وتوحدت، والمطلوب جهد دولي يوحد الدعم لهذه المعارضة، وبنفس الوقت كما سبق وذكرت على الدول القيمة على في مجلس الأمن على مصير العالم، وقبل فوات الأوان أن يجتمعوا لحل القضية السورية إن لم يفوت الأوان، لأن هذا الصراع على سوريا من جهة بين روسيا والصين والجمهورية الإسلامية، ومن جهة بين الغرب وبعض العرب وتركيا، كلما طال هذا الصراع كلما تدمر سوريا، وكلما يزداد الشرخ السوري ويأخذ أبعادا مذهبية. وبنفس الوقت أيضا أعود وأقول في لبنان هذا نظام ديكتاتوري، ليس نظام فئوي أو يسمونه البعض علوي، أبدا. لقد ظلم هذا النظام حتى أيام حافظ الأسد، ظلم الطائفة العلوية، شخصيات كبيرة من الطائفة العلوية سجنت واغتيلت على يد النظام السابق والحالي. إذن لا، يجب أن نشخص بأن هذا نظام قمعي وليس نظام فئوي، كي نمنع الارتداد اللبناني في مكان ما بالتشخيص. استحالة الحوار، لا أعتقد أن هناك عاقلاً يعني نظرية التي صدرت أخيراً من لرجاني بالحوار، هذه نظرية عبثية. كيف؟ حادثة فقعات البعض أن عملية ضغط على وليد جمار بالتراجع عن موقف ما فهمت عليك، ما انتبهت لي. حادثة فقعات تعتبر إشارة لوليد جمار؟ حادث فردي أثير في الإعلام، لذلك ذكرت يعني نذكر في مبادرتنا ضبط الإعلام إلى حد، مش ضبط الإعلام، أن الإعلام أيضا يقوم بضبط ذاتي. حادث فردي لا أكثر ولا أقل، الاتصال
والقنوات اتصال دائما مع الحزب موجوده وهو حادث فردي جرى تضخيمه. خلاص موضوع السلاح، موضوع السلاح انت تعلم ان موضوع السلاح هو نقطه خلاف كبيره جدا ولها بعض الاقليميات. هل هذا الموضوع قد يشكل فشل للمبادره باعتباره نعود ناخذ مثلا لابد مثلا من العوده الى كيفيه الوصول الى حل النزاع في ايرلندا الشماليه. استغرق حل نزاع هناك حول السلاح، سلاح الاير اي الكاثوليك وسلاح البروتستانت اكثر من 20 عاما، وهناك نتحدث عن دوله بريطانيا والتي اضطرت ان تستخدم كل وسائل الحوار وحوار دول امريكا وغير امريكا من اجل الوصول الى تسويه للسلاح. وهنا الامر معقد اكثر، اذا كان هناك من يملك حلا سحريا لحل السلاح، لكن نعود ونقول الدوله هي المرجعيه. علينا ان نستمر. لم اقل لا 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 لم اتوقع لا 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 اتوقع مسبقا النتائج، لكن عندما نقف مكتوفي الايدي ولا نفعل شيئا نكون يعني نكون نتخلى عن دورنا السياسي والاقتصادي. اعتقد اجبت على كل النقاط. وللصحافي هذه الخطوط العريضه للمبادره، مساء رفيق ظافر.